السلام عليكم ورحمة الله. في الأيام الأخيرة حدثت فتنة في أسوان، اشتبكت قبيلتان، واحدة تمثل العرب واحدة تمثل ذوي الأصول النوبية، في معركة أدت إلى إسقاط أو سقوط 25 قتيل وحوالي 50 جريح، وفي حصل توتر ووقف المواصلات وإحراق بيوت وآلخ. صدام كان محزن إلى حد كبير، اهتزت له مصر، وكان لابد المجتمع يهتز لوقوع حادث بهذه الجسامة في جنوب البلاد. بسرعة وجدنا بعد ساعات المتحدث العسكري المصري تحدث عن ضلوع الإخوان في العملية، وأظن أحد أيضا ضباط الشرطة المسؤولين في الأمن مدرس من الإخوان، حاجات شيء من هذا القبيل. وكانت دي أول معلومة خرجت عن الحادث. بعد ذلك ذهب رئيس الوزراء وسمعت شهادات وأطلقت تصريحات وتحدثت عن حسابات وثائرات قديمة وأوضاع اقتصادية، وقيل على كل حال أنه في لجنة تقصي حقائق، أو اقترح أن يكون هناك لجنة تقصي حقائق لمعرفة المتسببين أو الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة. المهم في الموضوع أنه الإعلام سارع والمتحدث العسكري سارع بطرح سيناريو أو توجيه أصاب الاتهام، وكذلك أحد مسؤولي الأمن في المحافظة، في حين أن الشهادات التي تولت بعد ذلك والتقارير الصحفية لم تشر إلى أن الإخوان متهمين في الموضوع، أو لم تتوفر أدلة على أو تؤيد هذا الاتهام. قبل ذلك بعدة أيام كان حصلت مظاهرة في عين شمس وفي حي عين شمس، وقتلت فيها فتاتان، واحدة مسلمة، قيل أن المتظاهرين أطلقوا عليها رصاص، ثم فتاة أخرى قبطية، قيل أنه كانت تقود سيارة وشوهد علامة الصليب على يدها، فتعقبها المتظاهرون، لم يقل أحد أنهم إخوان، ولكن قيل أنهم إخوان، تردد لاحقا أنهم إخوان، وبالتالي وجهت العملية إلى أصاب الاتهام إلى الإخوان. وقال الطبيب الشرعي أنه في شهود أنه الإخوان هم اللي عملوا، والطبيب الشرعي قال أنه نفى حكاية أنه قتلها بالأسلحة بيضاء، وقال إن في رصاصات لخف عليها وإلى آخره. المهم السيناريو الذي حدث في هذه القصة ذكرنا بما حدث للشاب المصري خالد سعيد في عام 2010، حينما تعقبه اثنان من رجال الشرطة السرية وألقوا القبض عليه وضربوه واعتدوا عليه وهشموا رأسه قتل فيها. في ذلك الوقت، وهذا كان قبل ثورة 2011 25 يناير، قيل واحد أن الشاب كان عليه أحكامه من ذوي السوابق، وأنهم كان يحمل لفافة بانجو، ولما تعقبه الشرطيان أو المخبران السريان حاول أن يبتلع لفافة البانجو فانحشرت في حلقه، مما أدى إلى اختناقه وإلى وفاته. التقرير المباحث قال هذا الكلام، كان في شهود رددوا، الطبيب الشرعي أيده، ونامت العملية، وشاءت المقادير انه في ذلك في تلك المرحله كان في بعض النشطاء شهدوا غير ذلك، ولانه كان دخل مقهى او يعني
في مطاردته، وانتشرت أخبار أن الشرطة هي التي قتلته وأن الشاب بريء وإلى آخره. ده حرض آخرين، أو كان الناس مملوءة بالغضب، فأدى إلى إصدار صفحة على الإنترنت باسم تأسيس صفحة خالد سعيد. يعني كانت من الشرارات التي أطلقت ثورة 25 يناير، لأنه حجم الغضب كان واسع النطاق، والتقت عليه رسائل توقيعات وأناس مئات الألوف. باختصار، الموضوع كان في رواية رسمية أيدتها تقارير الأمن وشهادة الشهود والطب الشرعي، وتسامح معها النيابة والقضاء. شاءت المقادير أن تقوم الثورة، وأنه كان الثورة شكلت ظرفا مواتيا لإعادة فتح الملف مرة أخرى وإعادة التحقيق في الموضوع، والذي تبين فيه أنه كل هذه الشهادات والقرائن والأدلة التي قدمت في القضية كانت مغشوشة. حتى تقرير الطبيب الشرعي كان لم يكن صحيحا، وكان ملفقا أو على الأقل بيستجيب للضغط الأمني. وترتب على هذا أنه قدم الشرطيان السريان، وحكم على كل واحد منهما بالسجن 10 سنوات. ما أريد أن أقوله أنه الأحداث الآن في مصر أصبح لها روايتان: رواية أمنية تؤمن عليها، يعني تسترد عليها شهود وتؤمن عليها تقارير المباحث وتقارير الطب الشرعي، ومن الممكن أيضا المشرحة والمستشفيات والآخر، ورواية أهلية يتداولها النشطاء وتسجل على المنظمات الحقوقية المستقلة تشهد بغيرها بغير بشكل مناقض الرواية الرسمية. وهذا بيطرح تحدي جديد بمقتضاه: كيف يمكن أنه تعتمد، ما هي الشهادة التي يمكن أن تعتمد لاتخاذ بقية الإرجاعات أو تحديد موقف إزاء هذه الحوادث. المشكلة يعني بتسلط الضوء على قضية الحقيقة التائهة والغائبة في كثير من الأحداث. وأنا لما أتحدث، يعني في ذهني ليس تبرئة الإخوان أو غيره، ولكن معرفة الفاعل الحقيقي، وأيضا ليس فقط معرفة الفاعل الحقيقي، ولكن أيضا حتى لا تسهم الأسهم الخاطئة التي تتجه في مسارات خاطئة إلى غض الطرف عن الفاعل الحقيقي، والذي الأمر الذي يمكنه من مواصلة أنشطته أو جرائم التي يرتكبها. وأظن حدثتين في الفترة الآونة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة. أيضا المتحدث العسكري للأسف هو الذي تورط فيهما، حادثة تفجير مقر مديرية أمن القاهرة، التي أعلن المتحدث العسكري أن الإخوان هم الذين هم الضالعون فيها. وحادثة وبعد فترة قصير أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أنها هي التي نفذت العملية. ثم حادث قتل الجنود الستة في منطقة مستورد بمحافظة القليوبية، التي أيضا بعد ساعات قليلة قال المتحدث الرسمي، وأنا يؤسفني أن يكون متحدث باسم المؤسسة العسكرية الذي يفترض أنه يمثل مؤسسة محترمة وأن يتمتع الكلام بصدقية خاصة تجعل الناس تطمئن إلى ما يقول، لكن أيضا سارع باتهام الإخوان، وإذا ببيان يصدر عن جماعة أنصار بيت المقدس، عفوا جماعة أجناد مصر، التي ادعت أنها هي تقف وراء هذه العملية لأسباب غير مقنعة، ولكن هم الذين تحملوا مسؤوليتها.
المهم نحن في مواجهة الآن هذه الحيرة في التعرف على الحقيقة. لدينا وضع معكوس حصل في بداية الثورة، تمثل في أنه في أول ما قامت الثورة تشكلت لجنة لتقصي الحقائق، حقائق 18 يوم التي حدثت فيها الثورة. وهذه اللجنة عملت وكانت بتضم، كان على رأسها رئيس محكمة النقد الأسبق، وتضم عدد غير قليل من كبار الفقهاء والباحثين والقانونيين. هذه اللجنة أصدرت، عملت لعدة أشهر وأصدرت تقرير من 400 صفحة تحدثت فيه بصراحة، كان حققت فيه كثير من أحداث الثورة، وتحدثت فيه بصراحة يعني شديدة ولا تحتمل أي لبس عن أنه الذي أطلق النار والذي اعتلى المباني والذي وجه الرصاص إلى الرؤوس والعيون والصدور كان رجال الشرطة، كان رجال الشرطة الذين ما كان لهم أن يطلقوا تلك النيران إلا بتوجيهات، لأنه في الشرطة لا، الرصاص حين يطلق على المتظاهرين لابد بلجنة خاصة، وزير الداخلية يقرر وينزل القرار إلى يصل إلى الجندي حامل السلاح. المهم حملت كل حوادث العنف على الشرطة المصرية. والمدهش في الأمر أن هذا التقرير المفصل تم تجاهله بالكامل، بما في ذلك الوقائع التي اشتهرت مثل وقائع الكمل واقتحام السجون وإلى كل هذا تم تفصيله وتحقيقه. وكل هذه المعلومات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق حدث تجاهل شديد لها، وأعيدت صياغة الوقائع بشكل كاملا مختلف اختلافا شديدا، بحيث كانت النتيجة أنه تم تبرئة الشرطة من كل الحوادث التي حدثت وقعت في تلك الفترة. وكما قيلت أحد المراكز الحقوقية المستقلة، منظمات حقوقية مستقلة، قال أنه كان في حوالي 42 قضية اتهم فيها بالقتل المتظاهرين حوالي أكثر من 100 ضابط، 103، وجميعا تم تبرئته. فنحن أمام حالتين، حالة طمست فيها الحقيقة قبل الثورة ثم تكشفت الحقيقة في وقت لاحق بعد الثورة ونال الفاعلون عقوبتهم التي يستحقونها، وحالة أخرى كشفت فيها الحقيقة بعد الثورة ثم استعاد الأمن، المؤسسة الأمنية استعادت سلطانها وأعادت رسم الحقيقة، صياغة الحقيقة على نحو آخر مختلف، برأ رجالها. وكانت النتيجة، كانت النتيجة أنه السياسات التي شكونا منها وضاقت بها الصدور قبل الثورة تمت استعادتها مرة أخرى، وبحيث أصبح القرار الأمني هو الذي يحدد الحقيقة ويرسمها، هو الذي يحدد أين يخفى. لكن في نهاية المطاف بيظل أن الشرطة بريئة تماما، يدها نظيفة ومغسولة ومغسولة من كل دماء سقطت، لا خرطوش ولا سلاح يستخدم ولا غازات سامة ولا إلى آخره، ولكن كل هذه الجرائم يرتكبها النشطاء الذين يخرجون في تظاهرات سلمية، ولا أحد يعرف متى ستتكشف حقائق، خصوصا أمامنا عدة مسلسل من الحوادث والجرائم والمذابح وإلى آخره التي أصبحنا لا نعرف فيها وجه الحقيقة. وأنا من الذين يتحمسون إلى تحديد الفاعل أيا كان، لكن لا نستطيع أن نحدد فاعلا بشكل مسبق وندخل الصراع السياسي
في تحديد طبعا في المسار القضائي، بحيث أن الأحكام تكون سياسية في نهاية المطاف، ويصبح الحقيقة في خدمة، لا أعرف إذا كان يجوز لنا أن نسميه حقيقة أم لا، ولكن في خدمة الهوى السياسي، بحيث يجري يستلهم باستمرار، تستلهم فكرة تصفية الحساب السياسي من خلال تقارير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة وأوامر الحبس وأحكام القضاء طبعا وتقارير الأمن وشهادة الشهود، علما هذا كله لنا خبرة طويلة في اصطناعه. يمكن أنه الشهود طبعا في قضية خالد سعيد تبين أن الشهود من المتعاونين مع رجال الأمن، وبعضهم من ذوي السوابق، يعني كانت لديهم أحكام عليهم أحكام سابقة، ويستخدمهم الأمن ووظفهم في مثل هذه الأمور. ما أريد أن أقوله هو أننا لازلنا في الآن نستطيع أن نقول في كل أحداث الثورة منذ 3 سنوات لم نتعرف بشكل دقيق على الفاعلين في الجرائم التي ارتكبت والتي أدت إلى سقوط في 3 سنوات سقوط حوالي 5000 قتيل، وهذه تكلفة عالية للغاية، ودماء لا ينبغي أن يستخف بإسالتها في بلد تعلقت الآمال كثيرا على ثورته وعلى نهوضه واستعادته لحريته والديمقراطية والفصل بين السلطات وعدالة القضاء ونزاهة التحقيق وإطلاق الحريات العامة، كل هذه الأحلام التي راودت الناس للأسف الشديد بتأتي الأهواء السياسية وتجعلها يتآكل حلما دون الآخر، حلما بعد آخر، أو حلم بعد آخر، لأننا لا نكاد الآن أن نتعرف على الفاعلين الحقيقيين، سواء كانوا من الأهالي أو من الشرطة. أنا لا أدعي، لا أستطيع أن أدعي أنه كل جرائم ترتكبها الشرطة، ولكن حين ذكرت أن ما حدث في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أيام الثورة وال 18 يوم للثورة تحدثت عن كانت مسؤولية الشرطة كاملة في ذلك الحين، طبقا لشهادة الشهود، قصدي التقرير فقهاء القانون والمحققين الذين كانوا مستقلين، ولم يكن هناك دور يذكر لا للإخوان ولا لغيرهم ولا لأي قوة سياسية موجودة في البلد. لكن هو المهم أنه تاريخ هذه المرحلة، طبعا في صفحة أخرى من التاريخ، التحول السياسي، ما هي القوة التي حركت المياه السياسية في هذا الاتجاه أو ذاك، ده موضوع آخر، هذا موضوع آخر فيه كلام كثير، وأيضا بيكتنف الغموض. لكن على الأقل في الجرائم، في العنف الذي ارتكب والذي يمس استقرار المجتمع وأمنه، هذه الجرائم الفاعلون الحقيقيون فيها ليسوا معروفين حتى الآن، بينهم الشرطة تتحمل جزء، المتظاهرين قد يتحملوا جزء، ولكن من هم هؤلاء المتظاهرون؟ هل هم إخوان؟ هل هم مش إخوان؟ هل هم فوضويين؟ هل هم مخربين؟ هل هم جماعات متسربة من سيناء؟ هل هذه الأسئلة ستظل معلقة بلا إجابة، لأن المناخ السياسي لا يوفر بيئة مواتية لمعرفة بالضبط من الفاعلين. وبالتالي أنا بأظن أنه استمرار هذا الوضع يجعل الأمل في استقرار الوضع الداخلي في مصر واستعادة الأمن فيه أمل بعيد المنال. وللأسف الشديد فنحن لا نكاد نرى في الأفق الآن ما يبشر بإمكانية المراهنة على أجل يمكن أن يتحقق فيه هذا الوضوح الذي يعطي لكل ذي حق حقه، يبرئ البريء ويدين المتهم وينزل العقاب بالجاني، ويعيد المجتمع إلى المجتمع توازنه واستقراره، علما بأن
في تجاربنا وفي خبرات التاريخ الحل البوليسي يوما ما لم يأتي بالاستقرار لهذه المجتمع، ولكنه كان دائما عنصرا يوسع من نطاق الحرائق ويرفع من وتيرة العنف والاحتقان. وأرجو ألا يكون المستقبل طريقنا إلى استعادة الهدوء واستعادة الاستقرار، أرجو ألا يكون بعيدا، ونأمل أنه يعي الجميع لأن إعمال القانون ونزاهة التحقيقات واستقلال القضاء وابتعاده عن الهوى السياسي هو من المفاتيح الأساسية لاستعادة الأمن الذي لن تقوم له قائمة إلا إذا قام على قاعدة من العدل. صباح الخير.